لا تقتصر تجارب الواقع المعززة على شركات التقنية، بل تجربة شركات أخرى بشتى المجالات، لأنه هي لا ترى فيه لأنها ترى فيه إمكانية لتطوير مواقع عملها، حيث أصبح استخدامه يشع الآن على الرغم من انتشاره بشكل واسع، قد يستغرق سنوات من الآن. ويضع الواقع المعزز الصور الرقمية بمجال نظرك ويمنحها أيضا مكانا بالعالم الحقيقي. وتعتقد من الشركات التكنولوجية الكبيرة بأن الواقع المعزز سيشكل نقطة تحول مقبلة. لنحكي أكثر ونتعرف على تفاصيل الواقع المعزز. معنا بصباح نغير المهندسة منار قسام، مهندسة معلوماتية. يسعد صباحك، صباح الخير أهلا زينة، وسهلا فيكي. صباح صباح الخير الخير منار، ليان، أهلا صباح وسهلا الخير. فيكي. بالبداية خلينا نحكي شو هو الواقع المعزز. الواقع المعزز أو الـ Augmented Reality أو الـ AR معزز 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 أوكي أو الـ Augmented Reality أو ما يعرف المختصر AR. هلأ هو الفكرة تبعيته إنه هو بيعتمد على الواقع الحقيقي اللي نحن عايشينه المصور، بيسقط عليه أجسام افتراضية ما أنا موجودة بهذا الواقع. هي الأجسام رح بتكون أجسام 3D يعني، فقادر انه اليوزر بس يشوف هي الاجسام انه يتفاعل معها، ممكن حتى تقدم له معلومه ممكن تكون موجه له لمستوى ثاني من المعرفه. لحتى نقدر نختبر هي التقنيه نحن بحاجه لممكن نظارات خاصه، ممكن لخوذه او السمارت فونز، الموبايلات الذكيه اللي بين دياتنا. نعم، طب خلينا نحكي منار الفرق. يعني أول ما نقول الواقع المعزز أو المعزز، بصير في فرق بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ما إنه عم نحكي عن الـ 3D كمان، خلينا نحكي عن الفرق بيناتهم. هلا الواقع الافتراضي او الفيرتشوال رياليتي الفي ار هو كمصطلح منتشر اكثر بكثير من صحيح. الواقع المعزز. يعني هو الواقع الافتراضي هو كل شيء جرافيك مصنوع بحيث انه اليوزر ما انه موجود فيه، يعني احنا كاشخاص ما انه موجودين بهذا الواقع، معزولين عنه تماما. هو هذا الواقع ساهمت فيه شركات كثير مثل جوجل، فيسبوك، سامسونج. مثل ما قلت الفكره الاساسيه انه بتعزل المستخدم تماما عن هذا الواقع اللي نحن بنشوفه بالالعاب. الالعاب اللي بنلعبها على الكمبيوتر او على الموبايل هي نحن عم نتحكم باللعبه بس نحن منا بقلب اللعبه، فكلها مصممه جرافيك بس هي تعتبر واقع افتراضي. حتى لو كانت هيدا الواقع الافتراضي عم بيحاكي الواقع، يعني عم بيحاكي الواقع الحقيقي ولكن بشكل افتراضي يعني كجرافيك. هلا الواقع المعزز هو بشكل معاكس، هو اجى على الواقع الحقيقي رسمه او بالاحرى صوره، ما رسمه مثل ما قلت عن طريق الكاميرات، وادخل كمجسمات افتراضيه، ممكن تكون اشخاص، ممكن تكون ك ديزاينات او ممكن تكون مثلا شيء من الاساس، اي شيء نزل افتراضيا على الواقع الحقيقي. يعني مثلا ممكن نحن موجودين هون نزل افتراضيا طاوله بس هي الواقع الحقيقي اللي هن موجودين باقي الغلاف باقي لأغراض الأشخاص، بس نزل شيء افتراضي عليه وطبعا لخدمة اليوزر. هلأ بالواقع الافتراضي نحن بحاجة لنظارات أو لخوذة لحتى حتى نشوفه، أما بالواقع المعزز نحن منا بحاجة، يعني ممكن عن طريق الموبايل نقدر نتفاعل مع هي التقنية. وخلق بعدين شيء اسمه الواقع المختلط اللي هو دمج بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي. نعم، خلينا نحكي عن الواقع المعزز بمواقع التواصل الاجتماعي، يعني فيسبوك، انستغرام، تويتر. خلينا نحكي عنه، هو شو دوره بهيدي المواقع؟ هلا يمكن لهلا الناس تسمع هذا المصطلح واقع معزز ما كثير تستوعب صحيح. الفكره، رح نعطي امثله كيف لعب دور الواقع المعزز بمواقع التواصل الاجتماعي وكيف حتى بيشتغل فكره كيف بيشتغل الواقع المعزز. رح اعطي مثال، على فرض نحن عم نحكي مكالمه سكايب مع حدا موجود بعيد عننا، فنحن عم نشوفه صوت وصوره عن طريق الفيديو. هلا اذا لبسنا هدول النظارات الخاصين نحن قادرين نشوف الشخص اللي عم نحكي معه بشكل مجسم قدامنا، قاعد قدامنا على الكرسي قدامنا عم نتحاور معه، مشينا عم يمشي معنا، وحتى بنشوفه بنفس الأبعاد بنفس كحجم، بنشوفه 3D، بنشوفه يعني بنشوفه بنفس الطول بنفس الوزن، وممكن يا قاعد قدامنا عم تخاطب معه او انه متحرك يعني. هلا بس بدي اقول شغله انه لوصل فكره الواقع المعزز، افضل تطبيق انشغل على الواقع المعزز هو سناب شات. نحن سناب شات بس نتعامل معه، هي الفلاتر هي شو؟ هو أول شيء الكاميرا عم بتصورنا لإلنا، عم بتصور نحن، عم بتصور المحيط فينا، وعم تسقط علينا أجسام افتراضية اللي هن الفلاتر.
يعني ممكن تاج الورد، ممكن يكون طاقية، ممكن يكون أي شيء، أو حتى شيء لعبي نتفاعل معه عن طريق السناب شات. هذا كان هذا مثال كتير كتير كبير. هي أكثر شيء داخل في الواقع المعزز هو تطبيق مثالي على الواقع المعزز يعني. السناب شات أو حتى إذا بتتذكروا لعبة البوكيمون جو، هي اللعبة يلي يلي كانت المجسم هاد بوكيمون الحيوان يلي بيمشي كان يتنقل بي بي بين مثلا المدن، بين الأبنية، يتخبى مثلا بالغرفة بمكان ثاني. كمان هذا تطبيق كتير مثالي على الواقع المعزز، تصورت البيئة الحقيقية اللي نحن عايشين فيها وأسقطوا عليها هي الأجسام الافتراضية. نعم منار، لكن خلينا نتعرف أكثر عن تطبيقات الواقع المعزز ونتابع المادة اللي رح تطلع هلأ ونعلق عليها شوي. خلينا نشوف المادة. من بوابة الإخبارية السورية سندخلها، نجول على جبهات النصر فيها، نقترب قدر المستطاع، معا سنسير على خطوط النار. مشاهدينا، المعركة أعلنت والانتصار لا ينتظر أحدا، فإلى حلب وراء دور. منار، شو بتحبي تعلقي على هالمادة؟ هلأ هذا الفيديو اللي شفناه هو فيديو انشغل بالإخبارية السورية هون، يعني هون ورانا، هون 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 ورانا، مستحيل تدخل دبابة. يعني الشخص الديزاينر يلي اشتغل هذا الشيء يعني برافو، يعني شغل كتير، شغل كتير عظيم. هو شيء تحية لمصطفى، موجه تحية. هلا كل شيء عم ينشغل اوجمانتد رياليتي بالتلفزيونات عموما، على فكره في قنوات خاصه هلا عم تشتغل كلها اوجمانتد رياليتي، كلها واقع معزز. لقديه عم يبهر الاشخاص يعني. هلا هو بده تقنيات كثير كبيره، كاميرات حساسه جدا، المعالجات قويه جدا. فالشخص اللي اشتغل بالاخباريه عن جد يعطيه العافيه كثير انه قدر يشتغل بهي الامكانيات المحدوده. اللي شفناه هلا هو واقع معزز، ليه؟ لانه هو تصور حقيقه هي الاخباريه السوريه، بس الجسم الافتراضي اللي نزل عليه هي الدبابة. هي اكيد الدبابة ما أنا موجودة وفاتت على البناء وهيك. فهون هذا هو الواقع المعزز يلي ضفنا عليه واقع افتراضي وتفاعل معه المستخدم. يعني بيقدر المذيعة كانت وقفت قدام الدبابة، الدبابة تحركت. حتى اذا لاحظنا بالصور اللي مرقت معنا انشغل على التفاصيل، على تفاصيل يعني مثلا تفاصيل حركة شعرها من أيوة؟ من الهواء تبع الدبابة، او حتى الدبابة تحركت بالارض، لفت، صارت اثار الدعسات موجوده. صحيح. الخيال تبع الدبابة بينشغل على التفاصيل يعني. فهذا مثال انشغل بالإخبارية على الواقع المعزز. نعم منار، يلا خلينا نشوف كمان مثال ثاني كمان عن الدبابة. التقدم كان مدروسا وبوتيرة متصاعدة، تهوت معها خطوط دفاع الإرهابيين، ما تسبب بانهيارات متتالية في صفوفهم. هكذا يحسم الجيش العربي السوري خياراته ويدير معارك النصر، ليؤكد مجددا أن النصر هو الخيار الوحيد. هلا بهذا الفيديو اللي نحن شفناه فينا نقول عنه تقريبا واقع مختلط، يعني واقع معزز مع افتراضي. البيئه الحقيقيه يعني هي ممكن تكون ارض المعركه، لكن صممت كجرافيك، يعني ما تصورت، اللي نحن شفناه ما تصور بموبايل او بكاميرا، هو انشغل كجرافيك حتى لو كان عم بيحاكي الواقع الحقيقي. وادخل المذيع، يعني ادخل الشخص اليوزر على هذا الفيديو، على هذا التصميم، فكانت نقول مزيج بين الواقع الافتراضي والمعزز. أكيد رح ننتقل للمادة اللي هي أكثر جدل وصدى كمان، خلينا نحكي عنها، هي وقت حفل انتخاب ملكة جمال لبنان. منتابع المادة ومنعلق عليها. ايه هلا انا كثير حبيت انه نحط هذا الفيديو نحكي عنه. هو هذا الحفل يلي انشغل، حفل
حفل ملكات الجمال، كان الفكرة أنه وقت عم بيطلع الموديل عم بيطلع أحرف اسمه، عم يفتح المسرح يطلعوا الأحرف لاسم الموديل ويرجع ينزلوا ويتسكر المسرح. هلا هو مبين انه واقع معزز، هو واقع معزز، بس كثير ناس سالت انه عن جد حقيقه الاحرف عم يطلعوا من المسرح عن جد حقيقه عم بيطلعوا الاحرف من المسرح وبيفتح المسرح وبيتسكر، الناس افتكرت انه عن جد حقيقه. بس اللي كانوا حاضرين لازم اللي كانوا حاضرين اكيد شافوا، بس لاقول انه هذا الشيء اللي انشغل بهذا الحفل كان عم بينشغل لايف. يعني هو ما انشغل باك جراوند، الحفل كان لايف، فالسيستم هذا كان عم ينشغل مباشرة على الكاميرات يلي عم بتصور. يعني يعني تقنيات كتير متطورة، منار مثل ما شفنا يعني بدهم شيء خيالي إن كان لايف. بس خلينا كمان ننتقل لمقطع فيديو تاني ونحكي عليه. ايه هذا المقطع هو مذيع موجود باستديو، الشيء اللي عم نشوفه نحن عم نشوف الاستديو حتى من برا، يعني عم نشوف قد ايه تفاعل المذيع مع الشاشه، هي شاشه قدامه وللحقيقه موجود، ما عنده ولا اي شيء من اللي عم يظهر على اللي عم نشوفه نحن على الشاشه. هذا الملعب اللي موجود قدام المذيع اللي عم بيشرح عليه هو افتراضي، نحن عم بنشوفه بس المذيع بالاحرى عم يشرح بس على الشاشه، بس الكاميرات يلي عم بتصور المذيع، الحساسات اللي موجودة، المعالجات يلي موجودة مدمجة بالكاميرات، هي معالجات فائقة الدقة عم بتعالج مباشرة، عم تظهر هدول الجرافيكس حقيقة، حتى منشوف اللاعبين كيف هون عم بيظهروا بشكل 3D، قادر انه المذيع انه يتفاعل مع الشاشة، يعني يعطي تعليمات للشاشة. وهي الشاشه تنتقل مباشره تظهر لنا هل الجرافيك اللي هو عم بيعطيه. هون عم بنشوف كان عم بيشرح عن فكره انه كان في اعصار رح يصير، فبلش يتفاعل معه مثل كانه موجود يعني قدامه، وسوى حقيقه الناس اللي موجودين بالاستديو عم بيشوفوا المذيع عم بيعمل حركات بالهواء بس الكاميرات يلي عم بتصوره هني اكثر من كاميرا على فكره، مع حساسات مثل ما قلت عاليه الدقه، عم بتعالج هذا الموضوع. شوفوا قد ايه هذا الشغل كثير مهم، يعني قد ايه ممكن مبهر للشخص، او مو بس قصه ابهار، قد ايه قادر ان احنا نتفاعل معه، نعطي معلومات ونوصل لنا الفكره اللي بدنا اياها. يعني نحن من قلب الجو عم نشوف وننبهر، يمكن حتى الناس يلي بالاستديو. منار كمان بدي اقول الموضوع كثير مهم، شكرا لانك نقيتي لنا هذا الموضوع، شكرا لانك عرفتينا على الواقع المعزز، شكرا لانك اضاءتي لنا على عمل بالاخباريه السوريه بما انك زميلتنا والاي تي عنا بالاخباريه، يعني هيك سلطتي الضوء على واقع كثير مهم بادوات بسيطه، ويمكن دي مجهود شخص بسيط طلع انا كرمال هذا ديزاينات عم تضاهي يعني مزبوط. انا كرمال هذا الشيء لانه هذا الشيء مثل ما قلت الواقع المعزز هلا عم بينشغل عليه كثير، عم تفتح قنوات خصوصا لتشتغل واقع معزز، نحن بامكانياتنا الضعيفه قادرين نواكب هي الحضاره. يعني ميرسي منار، فكثير كان ضروري نعمل اضاءه عليها. شكرا لك يا منار، يعني عالم التكنولوجيا عالم كثير واسع، والبوابه اللي عم تكون من خلال صباحنا غير عم تكون من خلالك ومن خلال المواضيع اللي عم تنقيها. شكرا لك وللمعلومات اللي اعطيتينا. شكرا، ميرسي يا منار، ميرسي.